برنامجنا الذي نتحدث عنه أيها الإخوة الكرام لا يرى العدل فكرة مجردة فلسفية، ولكنه يراها يرى العدل مفهوما عمليا يتحقق في واقع الناس، يلمسون نتائجه بأيديهم ويرون آثاره بأعينهم. هذا هو العدل الذي نتحدث عنه، وهذا الذي تدور محاورنا الخمسة أو الستة حوله بإذن الله. محورنا الأول هو إعادة اكتشاف الإنسان المصري لذاته. الإنسان المصري اللي ما عادش بيقدر ينتقد حد، اللي ما عادش بيقدر يفكر مستقلا، اللي ما عادش بيقدر ينظر إلى ما حوله نظرة المستفيد إلا إذا نظر متلصصا يخشى أن يكون في هذه الاستفادة أو الإفادة ما يضره بعد قليل. الإنسان المصري اللي خرج لأول مرة في 30 سنة يقف في ميادين مصر كلها بعد ما جرب الوقفات الاحتجاجية والوقفات الاعتراضية والاعتصامات على سن النقابة الصحفيين وعلى باب مجلس الشعب وعلى رصيف مجلس الوزراء وعلى دار القضاء العالي، فلم يغني عنه الأدب شيئا، فخرج بالقوة، القوة السلمية، القوة التلقائية، القوة الراقية التي ظلت في الميادين 18 يوم حتى أسقطت ذلك النظام البائد. طبعا سقط رأسه، سقط رأسه، لكن الجسم أصاب كثيرا من الرأس. الأيدي والأرجل والأصابع أشد بأسا من مجرد الرأس. ولذلك من مهامنا الأولى للنهوض بالإنسان المصري ولتحقيق النهضة الاقتصادية الضرورية أن نجتث الفساد كله. ونحن لم نجتث الفساد بقطع الرقاب، أنا ضد قطع الرقاب، ولا بالمحاكمات الجائرة، أنا مع العدل لكل إنسان، مع العدل للظالم والمظلوم، ومع نصرة الظالم والمظلوم. أنا منحاز إلى كل مصري أيا كان موقعه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فإن ذلك نصر له. أنا منحاز إلى كل مصري حتى يستعيد الإنسان المصري مكانته وقدرته.